السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. manage.autodesk.com هتلاقي رابط أسفل الفيديو ده، بتلاقي فيه كل المنتجات اللي أنت مسطبها، يعني بتختلف من واحد لواحد، من يوزر ليوزر. اليوزر بتاعك هتلاقي إن هو فيه حاجات أنت كنت سطبتها قبل كده، فبيقول لك لو أنت عايز تعمل أبديت. وطبعا الأبديت بيبقى مهم، المهم من ناحية إيه، بيكون فيه ثغرات موجودة واتحلت يعني. فمثلا هنا مثلا بيقول لي ده، هتلاقي ده 8.2.16 أكسس ناو، لأن هو إنترنت فهتقدر تدخل اونلاين، هو بشغل اونلاين. هنا اوتوكاد فبيقول لي شوف الداونلود، تمام. الحاجات اللي هي اونلاين هتلاقيها مكتوب اكسس ناو، الحاجات اللي هي مش اونلاين هتلاقي داونلود. يعني على سبيل المثال مثلا لو احنا قلنا الاوتوكاد، هتدوس هنا هيبدا يقول لك ايه الحاجات اللي ينفع تنزلها، تمام. يعني انا كنت مسطب مثلا 2019، فبيقول لي انت ممكن تقول له سطب لي الحاجه دي، تمام. تقدر تقول له انا عايزها اكتف، لو انت عندك اللايسنس محتاجها تكتف. الفيو 62 او ممكن تقول له داونلود ناو، تمام. هنا مثلا ده انا سطبته دلوقتي، فهو ممكن يقول له داونلود ناو. ده انسايت، ده موقع تبع اوتوديسك بيعمل تحليل للمبنى، فممكن اقول له اكسس ناو وابدا ادخل الاسم والباسورد، فحتى اتعرف على منتجات جديده من اوتوديسك. طبعا الرندر فيه ان انت تعمل رندر اونلاين، فتقدر تقول له اكسس ويبدا يفتح لك الصفحه زي ما انت عايز. هنا دي بقى حاجات بتاعت الابديتد، تمام. وفي حاجات خاصة بالترايل لو في حاجة عايزة تجربها. طبعا لو انت في كذا حاجة عايز تعملها ابديتد، ممكن تعمل عليهم سيلكت بالشكل دوت وتقول له داونلود، فيروح يحمل كل الابديتد وتبدأ تلاقي التحديثات. غالبا الابديتد بيكون هو اللي هيظهر فيه الاصدار اللي جاي، يعني لو انت عندك ابديت بتاع 2019 ده يعتبر 2012 وهكذا.